يا بنتي؟ مدير الشركه طردني. يا لهوي، ليه عملتي ايه؟ عشان باجي كوره البابا كل يوم في الشغل. يو يا رودي، ما انت لازم تسيبيها وتستغني عنها يا رودي. انت عارفه يا ماما ما بقدرش اسيبه يا ماما. يا ماما يا ماما. ايه يا رودي؟ بص لقيت ايه قدام الباب بتاع ده، كوره البابا ده اوعي يكون بتاع حد يا رودي. لا يا ماما انا بحبه. طيب يا رودي، عارف يا كوره البابا مش هسيبك ابدا خالص لحد ما اكبر وابعك. بس يا ماما انت عارفه ان انا مش بقدر استغنى عن كره البابا من وانا طفله. لا يا رودي، لازم تغيري من نفسك وتستغني عنه شويه وعن حاجات الطفوله دي. ماما عندها حق، يا كره البابا انا مش عارفه ازاي هسيبك، بس انا لازم فعلا اتخلص من ذكريات الطفوله. ما تزعلش مني. اخيرا طلعت. ايه ده؟ والله اللي انت املها من المدير، والله اللي انت املها. ايه ده؟ صوت مين ده اللي على السلم؟ اعمل عبيط، اعمل عبيط. ايه ده؟ ايه اللي جاب ده هنا بس؟ والله اللي انت املها من المدير. يا رودي يا حبيبتي يا رودي، يا ربي على الخنقه اللي انا فيها دي. ما تزعليش يا رودي. يا ماما مين اللي بيتكلم انت؟ عارفك عبيط هتفضحينا. خد الموبايل ده، خديه. ايه ده موبايل المدير اللي طردني. يا رودي. ايوه يا ماما جاية. تعالي. حاضر. الحق يا رودي. في ايه يا ماما؟ عارفه المدير بتاعكم؟ ايوه عارفه. اختفى. اختفى؟ والموبايل بتاعه كمان لسه قاري على النت دلوقتي. المدير اختفى بالموبايل؟ اه والله. مالك يا رودي؟ يا بنت. ايوه يا ماما. مالك في ايه؟ مفيش. يا كرت البعبع، انا عايز اعرف انت عملت في المدير ايه؟ ده بيقول ان هو مختفي وانت جايب لي الموبايل بتاعه، عملت فيه ايه؟ ما كانش ينفع اشوفك زعلانه واسكت يا رودي، انا خفيته وعملت فيه اللازم. يا قوي يا ابني، انا كده هدخل السجن انا وانت. انت ترضي ان انا ادخل السجن؟ هطلعك، محدش يقدر عليا. وده الصوت ده، الصوت دي يا رودي. ايوه. اعمل عبيط، اعمل عبيط، اعمل عبيط.